زوز معتمرين اتقتلوا على يد معتمر زاد كيف كيف والجنسية من الجزائر. تحية لأشقائنا الجزائريين. السلام عليكم. مقتل معتمرين جزائريين في مكة المكرمة. لقي معتمران جزائريان حتفهما داخل فندق بمكة المكرمة يوم الاثنين إثر شجار مع معتمر ثالث يحمل الجنسية الجزائرية كذلك، أرداهما قتيلين قبل أن يلوذ بالفرار. وتعرض المعتمران للطعن في غرفة بالفندق التي كانوا يقيمون فيها المعتمرون الثلاث، حيث استغل نومهما للإقدام على فعلته على الرغم من محاولة أحدهما الهروب والنجاة بحياته. وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أنها أوقفت معتمر من جنسية جزائرية إثر إقدامه على قتل معتمرين اثنين من الجنسية نفسها طعنا، وإن لله وإن إليه راجعون. نعم، التوصيف هو الأقرب كما تفضلت به، هي جريمة بشعة نكراء وغير مسبوقة. يعني جريمة قتل مدانة في أي مكان حدث، لكن أن يصل الأمر أنه تختلف جريمة في مكان مقدس